رحب بحضراتكم في آخر فقرة، وزي ما كنت بنوح نتكلم فيها عن ملف مهم جدا، ومش بس تغذية، لا هنروح شوية كده نتطرق لعمليات الجراحية اللي هي خاصة لمرضى السمنة. يعني ناس كتير جدا اللي هي بتبقى عندها زيادة في الوزن وعندها كسل في نفس الوقت، أنا مش عايز بقى أروح الجيم سنة ولا اتنين علشان ابتدي أحس إن أنا يعني جسمي اتغير، فأنا هروح أعمل عملية على طول. طب هل ده فيه خطورة؟ هل نعملها ولا ما نعملهاش؟ طب هل هي مفيدة ولا لا؟ بعض الدكاترة يقول لك لا تمام واعملها ومفيش مشكلة، وبعض التاني يقول لك اوعى تقرب من العمليات الجراحية، في بدائل تانية أحسن بكتير. انهي الصح؟ خلينا نعرف من ضيفتنا دكتور انجي ابو زيد اخصائيه التغذيه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازيك؟ معلش هنركز النهارده شويه واحنا بنتكلم عن التغذيه والاكل السليم والصحه السليمه وكله، ان احنا نروح للشق ده اللي هو بتاع العمليات الجراحيه لمرضى السمنه، وهل هي خطر ولا لا، ونعملها ولا لا اصلا؟ يعني اسالك كده في البدايه بقى ستريت فورورد، هو اصلا إيه؟ السمنه هو مرض، فالمفروض الناس تقتنع ان السمنه ده مرض، والمرض لازم يتعالج. أو بيتعالج الأول بحلول عادية، الأول بنجربها، بعد كده المفروض إن إحنا لو فشلنا في الحلول العادية اللي إحنا سواء كان الأكل الصحي أو الرياضة أو النظام الصحي عامة في حياتنا، بعديها المفروض إن إحنا نلجأ للجراحة. زي كده ما ينفعش إن أنت يبقى عندك مثلا مرارة ملتهبة وتفضلي مخلياها موجودة عندك وأنت تعبانة، لا إحنا بنوصل في الآخر نشيلها في بالظبط كده، بنشيلها في الآخر. هي السمنة مرض، فأنا بفضل بحاول أعمل الحلول العادية، لو ما نفعتش في الآخر إيه الحل اللي أنا المفروض أوصل له؟ ان انا اعمل جراحه السمنه. اوكي، بس مش كل واحد ينفع طبعا جراحه سمنه، يعني مش انا وانتي مثلا ينفع جراحه سمنه، لا في ناس ليها كارتيريا معينه المفروض اكون ماشيه عليها. كويس جدا. طيب لو احنا اتفقنا ان خلاص الكيس ما ينفعش ان انا اخس غير بعمليه، اجي بقى اروح اعمل التحاليل، ناس يتقال لها انت تقدري تعملي عمليه، وناس يتقال لها لا مش هينفع تعمل عمليه. طبعا ده بيقابل بقى ناس كتير الموضوع ده. دي احنا ممكن اولا اول واحد بيقول لنا قرار ان انا اخش عمليه او ما اخشش عمليه، اول حاجه كتله الجسم بتاعت المريض نفسها. لو كتله الجسم بتاعت المريض زائد ان هو عنده امراض مزمنه كتير، ده يبقى انا لازم ادخله جراحه. أوكي. بيجي بعد كده دكتور التخدير، هو دكتور التخدير اللي هيقول لي هينفع يدخل جراحه ولا مش هينفع يدخل جراحه اصلا، لكن هو ممكن ما يخشش جراحه فانا مش هينفع اعمله. يعني ايه شخص ما ينفعش يدخل جراحه؟ يعني ايه شخص ممكن يتقال له انت ما ينفعش؟ ليه بقى؟ يعني مثلا ممكن امراض القلب، مثلا الناس اللي عندها امراض قلب كتير دي ما ينفعش تتخدر، موضوع التخدير بالنسبه لها بيبقى خطر، فانا مش هضيع حياه المريض علشان خاطر اخش جراحه. لحاجه تجميليه يعني. لا هي السمنه مش تجميليه. مش تجميليه. أوكي. هي مش تجميليه. ده برضو بس نقطة مهمة. الفكره ان انا بنفيت وريسك، يعني انا بشوف الفايده اللي انا ممكن اخدها من هنا على خطوره المريض لما هيخش العمليه ممكن يحصل له ايه. فانا لازم برضو يبقى الكفتين معادلين مع بعض، او كفه اكتر من كفه، فانا ساعتها باخد القرار، الجراح ساعتها هو اللي بياخد القرار. اوكي طبعا. بس فكره هنا ان العمليات يعني الجراحيه دي خاصه بالسمنه مش تجميليه، طيب ليه بقى؟ يعني البعض انا بشوف ناس مثلا تخينه جدا كده راحت عملت التجميل دي وتعمل نحت لجسمها وحاجات زي كده، بيتحولوا بني ادمين تانيين، رجاله وستات بصراحه، فده يعتبر تجميل، انا جملت من مظهري الخارجي. طيب انا قلت لك في الاول احنا جراحه السمنه مش اي حد جاي كده انا عايز اخس 10 كيلو فانا هخش اعمل جراحه سمنه، لا هو انا جراحه السمنه الاول بشوف كتله الجسم بتاعت المريض قد ايه. طيب كتله الجسم دي اللي هي ايه؟ اللي هي تقريبا وزن المريض على الطول، مربع الطول بتاعه. فانا المفروض الاول بحسبها، لو هي كانت فوق ال 35 زائد امراض مزمنه، ده شخص يعني المفروض يعمل جراحه سمنه. اوكي، يبقى بتتقاس يعني. بالظبط كده. لو شخص فوق ال 40، كتله الجسم بتاعته فوق ال 40، لا ده برضو لازم يخش يعمل عمليه. اقل من 35، لا هو لازم يغير اللايف ستايل بتاعه، دي حاجه ثانيه. الموضوع مش مستاهل يعني. بالظبط كده. لكن انا مش واحد عايز يخس 10 كيلو 5 كيلو اخش اقول له تعالى معايا خش، لا ده ما ينفعش. لكن انا المفروض ليها كارتيريا معينه، بشوف المريض، بشوف كميه الامراض اللي موجوده اوريدي مصاحبه للسمنه بتاعته، عشان السمنه اوريدي مرض مع الامراض التانيه. وده متوقف طبعا على ضمير كل دكتور. طبعا يعني في ناس ممكن في زي ما حضرتك بتقولي يبقى 5 كيلو ويقول له قطع تعالى كده كده هياخد فلوس، صح؟ فدي يعني شفناها كومن كتير يعني. بس المفروض ان احنا ما بنعملش، يعني المفروض ان الجراح اصلا كده كده الطبيب يعني المفروض عنده ضمير. هو ماسك حياه الانسان. صحيح. يعني هو في ايده حياه الانسان. انا ممكن لو دخلته جراحه اللي هو 5 كيلو عايز ينزل 5 كيلو او عايز ينزل 10 كيلو، ده هو ممكن ادخله في حاجه مان نيوتريشن، انا بدخله في
في ان هو في اكل كتير فيتامينز هتقع منه وهيوصل لاندر ويت، ممكن يوصل لنحافه، انا ممكن ادخله في مصيبه تانية اكتر من الخمسة كيلو بتوعه اللي هما مضايقينه.